ميه. هتخنق، مفيش اكسجين. اديله شرب ميه. ميه، ما تخافش ما تخافش ما تخافش، اشرب ميه. اشرب ميه. بس اهدى. بص، طول ما في كهرباء في اكسجين، والكهرباء شغاله زي الفل قدامك اهي. الكهرباء قطعت. يبقى مفيش اكسجين. كل واحد يستعمل انبوبه الاكسجين اللي وراه. حلو يا نبيل، الاكسجين لازم بقى فيه اكسجين معانا كفايه، محدش ضامن الطريق. اشربوا لبن. لبن. وابو موسى بعد المصاريف دي كلها مش قادر يجيب جنريتور. زاهر، ادوله لبن، ادوله لبن. لا لا، مش عايز لبن، مش عايز لبن، انا عايز نسكافيه. عايز ايه؟ نسكافيه. نسكافيه؟ اجيب لك نسكافيه منين دلوقتي؟ اديله لبن. معلش، الاماكن المقفوله دي تخنيش نفس. مقفوله ايه؟ ما الطريق واسع قدامك اهو مفتوح. اسمع، وانت ماشي ما تبصش لا يمين ولا شمال. ها؟ يا معين يا جبار يا رحمن يا رحيم، اللهم يا معين يا رحمن يا رحيم، اللهم فرج شدتنا. امين. يا بركه دعك اللي جاب يا اما. صورتني يا واد انت. مؤاخذه كبير. مفيش في النفق هنا كنيف. ايه؟ كنيف دورة مية أصلا، مؤاخذة. محصور. دورة مية ايه؟ أنت فاكر نفسك في الشيراتون؟ بص، امشي على طول واعملها في أي حتة، بس اعملها على جنب، ما تعملهاش في نص السكة. يلا. الواد ده لو فضل كده كتير النفع هيقع علينا. ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. الواد ده ينفع يشتغل في المطافي. ايه ده؟ الواد عبد الجليل ماله اتحرق كده ليه يا باشا؟ طبعا. مش فاقد ميه كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور النفق. الاخوه من مصر؟ ايوه، احنا من مصر. مصر ده ام الدنيا كلها. الله يخليك. امال حضرتك منين؟ من السودان. احسن ناس. هي مصر والسودان ايه؟ ما هو واحد. اي خدمات؟ الله يخليك. بسلامه ان شاء الله. اتفضل اخويا، مع السلامه. مع الف سلامه. راجل طيب قوي. مين ده؟ ده الباك رايت بتاع الهلال يا باشا. ده الواد حموص غزله تغزيله. يا عبد الجليل، عبد الجليل، يلا بينا. بقول لك ايه يا كبير، النفق ده باين عليه بسم الله الرحمن الرحيم مسكون. مسكون ايه يا ابني؟ في ايه؟
مسكون بإيه إن شاء الله؟ علي النعمة وأنا بفك لما أخذ سنقتي لقيت عفريت طويل وأسود قوي قام زرق من ورايا. ما هو جن ده كان حيشن من على الأرض شيء. العفريت؟ آه. سلام خلون رب رحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أخويا من مصر؟ نعم. أخويا من مصر؟ شوف يا أخي المصري تعرف في أي حتة. أمال حضرتك منين؟ من إسطنبول. أحسن ناس. ما هو مصر وتركيا إيه؟ ما هو واحد. في خدمات يمكن أقدمها لكم يا فندم؟ لا متشكرين خالص، تفضل. سلام يا فندم. مع السلامة. السلام. مع ألف سلامة. ما هو خايف من إيه؟ ناس رايحة وناس جاية، أنا حاسس إن أنا في شارع جامعة الدول العربية الساعة 2 بالليل. يلا. مسدود انا عارف ان انا هموت هنا، انا كنت حاسس من الاول. احنا مشينا اكتر من 9 كيلو، احنا تهنا. هنعمل ايه دلوقتي بقى يا باشا؟ يا باشا ما فيش غير حل واحد، ان احنا ناخدها اسهل اول النفخه وبعدين نخبط على ابو موتى لحد ما يفتح لنا. انت بتقول ايه؟ احنا معلناش اكسجين يكفي، يعني الكهرباء لو قطعت هموت هنا ومش هينفع نرجع. احنا وصلنا لحد هنا بالعافيه. اتكلم لنا ابو موسى يبعت لنا حد ياخدنا من الدفنه اللي احنا